الكرة بوسط الملعب للخلف من جديد، تبادل وتناقل كرات، دائما عم يكون كرة مقطوعة من حكمة، تمريرة ممكن تكون فرصة خطيرة، ممكن الهدف، ممكن الهدف، ممكن الهدف، ممكن الهدف، ترمس ترمس ترمس، عم تتحرك لعند حمود، حمود بينقلها لدانيال أبو فخر، الاستلام من دانيال، التقدم، دانيال أبو فخر عم بيبحث عن الكرة العرضية لعند دانيال، أيضا بتروح لمصلحة حسن حمود صاحب الهدف الوحيد باللقاء، وعم تتخلص حلو كتير، مقطوعة بتروح لعند بوكانتا سار، بوكانتا لدانيال، دانيال أبو فخر، دانيال رح يعمل العرضية، دانيال كرة الطويلة، بوكانتا سار، دائما تشعر وكأنه يملك شيء. أبو فخر بيلعب كرة ستيدي جول للحكمة، أخيرا أخيرا الحكمة من كرة ثابتة بسجلوا هدف تقليص الفارق بعد كم هائل من الكرات الثابتة. بداية مثالية هالموسم وحصد أول 3 نقاط بشق الأنفس بفضل هدف لاعبه الجديد دانيال أبو فخر. مرصفة والإخاء بالمقاهي، وفرصة مع دانيال أبو فخر يلي بيسدد، دانيال أبو فخر جول. مين مقطوعة، ترمس ترمس، ولكن ثلاث لاعبين معه، بمرر الكرة دانيال أبو فخر، ما في تسلل، ما في تسلل، هذا هو الهدف الثاني، هدف الثاني دانيال أبو فخر جول. حلو كتير من حبيب الشويخ، حبيب الشويخ بيلعب الوانتو مع دانيال أبو فخر. شو هاد دانيال فخر، روح لعائلتك يا دانيال على هالمستوى الحلو يلي عم نشوفه منك، هيدا يلي عم بقوله دانيال، دانيال دانيال بمرر الكرة داخل منطقة، وأحمد يونس بينقلها لعند دانيال أبو فخر، دانيال بمر عن مهدي بيسي، دانيال بيبحث عن الكرة الأمامية ناحية أحمد بدران السريع اللي عم ينطلق على الطرف الأيسر، بدران منصور دانيال بالانطلاق، دانيال عم يحاول، دانيال عم يتقدم، دانيال دانيال عم يمرر لعلي مرقباوي، علي مرقباوي، علي مرقباوي بالعارضة، علي بيلعبها أمامية مع حسن ترمس، ترمس برأسه بتوصل لدانيال، دانيال والكنترول، دانيال بيدخل منطقة الجزاء بيلعبها بالعرض، بوكانتا سار. حوالات الأخاء كمان استمرت لتسجيل هدف ثالث بهاللقاء، يعني طبعا فردوس لكن طالت عنه الكرة، فردوس بيحاول متابعة، دانيال أبو فخر بيحجز بطريقة جميلة، بيمرر الكرة، بيتقدم وبيعكس الكرة العرضية العالية لكن كانت بعيدة عنه لدانيال أبو فخر، دانيال والمرور الجميل عن أحمد منصور، شوفوا دانيال، شوفوا دانيال أبو فخر بيدخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق الحكمة، دانيال أبو فخر.